الرأي ديال الحال اللي كيوقع هاد الناس كلشي اللي كيوقع هاد الشيء هذا خصهم الإعدام، إعدام كامل اللي كيعمل هاد الشيء هذا خصو الإعدام، باغسكو شي دور في المغرب ولا في شي دولة أخرى، الصراحة أي واحد كيعمل هاد الشيء هذا خصو الإعدام، أي واحد ماشي غير أمني وجبد اللي كيعمل هاد الشيء خصو الإعدام، هذا هو الحق. هاد الشيء هذا كنسكروا منه بزاف والله العظيم، وصراحة حنا كنخافوا وتخلعنا، إي والله هاد الشيء هذا راه كيخلع بزاف. وهادشي هذا كيتزاد صراحة، هادشي هذا كنشوفو كيتزاد بزاف، اللهم دام منكر، هذا راه خصو العقاب، ضروري خصو العقاب، خصو يتعاقب. هو اللي سمعت قال لك قطعوا له راسو، هادشي كيخلع صاحبي، راه تيهضر تخيل إذا قطع له راسو، كيفاش عطيه هو قلب يقطع له راسو هيدا حدا، الله إلا زعما الصراحة الله يحسن العون والله الله يرحمه مسكين، وهذا خصو يتعاقب ضروري، أنا قلتها وكنعاودها خصو يتعاقب هذا. الشارع هذا راه كيخلع بزاف، هذا الشارع هذا تقدر تدوز منه، إي والله دوز من هنا لا قطع الشارع دوز من لهنا، إي والله الله يحفظه صافي. أنا تعرضت للاعتداء، ها هو تعرض لي واحد فهمت، وعاطيني 4 شهور الحبس، إلا لقاو عندي السيف ولا السجنة غيضربوا الأم وغيضربوها عام، وأنت ضربتي ياك وهز السيف وعطيه 4 شهور، كيفاش درتي لها دابا بغيتش تحس؟ والمحامي هي محسب فيها قرا عنده الدكتوراه المحامي، ومع ذلك هذا الحساب ديالو ما خرجلوش هو هذاك، ما بالك عايشد بنادم ويقطعو فهمت، وكتجي جمعيه حقوقيه كتقول لك انا الحق لحقوق انسان ما حقوق انسان وكتخرجو، لا خصو شوف السينو بالسينو بادي الاظلم، انا بغيت هاد الناس هادو الدوله تسمع الهضره ديالنا، حنا كمواطنين حنا ضعفاء، باش كنقولوا اقوياء كنقولوا اقوياء بالسلاح ديالنا، السلاح ديالنا شنو هو؟ حتى حنا بقى نهزوا السيوفه نهزوا المناشر نهزوا، ولكن لا حنا ولاد دور الحق والقانون ما خصناش نديروا هذا الشيء هذا فهمت، خصنا الدوله ديالنا هي دير هذا الشغل هذا، وكنشوفوا هنا كتجي حقوق انسان كتبقى جمعيه لا هو هذا حق عنده حق الحياه، شمن الحياه هذه؟ وقطعتي بنادم شديتي وقطعتي طروفه، شمن حق الحياه ديالها؟ كما قطعوا هو خصو يتقطع اولا، كما تعرض لي انايا هاي تعرض لي خصو حتى هو يتعاقب، حتى هو نتي دالو في رجلو نديرو في يدو ولا في وجهو، ولكن لا حشومه كاين القانون كاين القانون في البلاد، لان هذا الشيء هذا ملي كيجي من المخدرات من الاقراص الهور سميتو من الاقراص، شكون كيدخلهم؟ كيدخلهم الجزائر، كيدخلهم مؤخرا ولا كيدخلهم اسبانيا، خصهم يعاديونا، خصهم يلوضوا الفوضى في المغرب، خصو بنادم يتقطع، خصو بنادم يموت، خصو ما تبقاش الدوله ديالنا شاده واحد الام ديالها، خصهم كيظلمونا هاد الناس هادو، ولكن الحمد لله مع الناس الحموشي والناس ميتو راه قايمين بالشغل ديالهم، ولكن هادشي هذا راه بصح ما خصوش يبقى، هادشي راه جريمه كبيره بحق المغاربه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.